عسليمة، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. الناس الكل غصتنا لليوم حاجة ياسر زمنية، تصور برشا منكم يحبوها والصغار والكبار هي الحقيقة، وبرشا ترجعهم البرشا ذكريات كيفي من الزمن الجميل وإحنا صغار، مقارونة زعرة ولا مقارونة جرابت حاجة ياسر ابلينا اليوم شعملوها بالدجاج. خذيت هوني شوية دجاج قصيتهم وهوني ربيت البصل، بالنسبة للبصل ربيته على خاطر صغيرات والكل نجم تقصوه انتم دي مغصو كيف ما تحبوا، الشواء يرجع لكم. عندي هوني معناها بين شوية بين زيت زيتونة وزيت نباتي، دونك حطيت هوني الكميه تاعي. يلا قليو شويه قبل ما نفوحوا، هوني توا باش نبداو نفوحوا. هوني رشه صغيره بابريكا لانها زعره، دونك هوني مغرفه به الكركم. عندي هوني وريقه ترند، فلفل اكحل باش نحط الثوم البودره يبننها برشا، والثوم العادي شويه منها شويه من، يلا مش برشا. هوني عندي رشة صغيرة ملح ما نكثرش خاطر بعد باش نستعمل الفرماج غابي. يلا بسم الله. هوني باش نضيف شوية كليل وزعتر، مش برشا شوية، ونخلط. نضيف توا الماء، بالطبيعة توا باش نغطي حتى لينتي بالدجاج. دونك الصوص نتاعنا قاعدة تحضر، هوني سخنت الماء. انا هذه طريقتي، نحط مغرفه صغيره زيت ونحط المقارونه نتاعي. انا اخترت هذه وانتم تختاروا المقارونه اللي تحبوا عليها واللي تشتيوها واللي عائلتكم زاده كيف كيف ياكلوها. يلا هوني نقرب شويه باش تشوفوا كل شيء حاضر. انا هوني بالا الدجاج نتاعنا طايب مريقل، خرجنا المقارونه نتاعنا خليتها هوني بالطبيعه معناها تتسخطر الكل. لاستيوس نتاع الزيت صدقوني تحفونا برشا، تجيكم كل كعبه وحدها هكا بالطريقه هكا. نحطو بشوية المقارونة نتاعنا، بسم الله. دونك هوني نخلطو المقارونة نتاعنا، هوني بالطبيعة باش نضيف الفرماج غابي أكيد أشواء، تنجمو تضيفو سينو تنجمو تخليوها من غير، أنا الصغار يحبوه دونك نحب نحط الفرماج. إن شاء الله تكون الغوسيط عجبتكم الناس الكل. جست شوية أخرى ونحط تقديم متاعي كالعادة. ميرسي بوكو، تابعوني على الانستغرام على اليوتيوب زادة كيف كيف. إن شاء الله تعجبكم الغوسيط متاعنا اليوم حاجة خفلف.